السلام عليكم. إذا هذا هو الجزء الأخير، غادي نديرو فيه خلاصة الدرس كامل وغادي نختمو بواحد القانون تيتسمى قانون وي. إذا أهم حاجة في هاد الثنائي القطب سواء النشيطة ولا غير النشيطة هو ماذا؟ هو الرمز. الرمز ديال ثنائي القطب خاصك تعقل عليه، باش إلا كان عندك في دار كهربائية غادي تعرف شنو معنيتو. إذا مثلا الرمز العمود تيكون بحال هكا، وبالنسبة للعمود تنديرو فيه اصطلاح مولد، يعني التيار هذا يخرج من قطب موجب خصو يكون عنده نفس المنحة مع الشدة مع التوتر، بينما ثنائي قطب غير نشاط كيتسمى مستقبل تيكون التيار والتوتر منحيان متعاكسة. إذا بالنسبة للعمود ثنائي قطب نشاط هي تتكون شدة التيار تساوي صفر، التوتر تيكون تخالف الصفر. إذا عقلنا على التركيب التجريبي تيتعطى كذلك، تيقول لك عطيني التركيب التجريبي اللي تحدد مميزات العمود. صافي. وثالث حاجة هنايا هي تعرف ترسم، ترسم تعطيك جدول تيقول لك حدد لي المميزه ولا ارسم المميزه. خط المميزه هنايا اذا التوتر بدل الشده التيار، ما نعاودش هنا الاخطاء اللي تيوقعوا هو ان التوتر تتنساو ما تديروش الوحده ديالو، خص ضروري تكتب هنا الفولت وهذه بالامبير ولا بالميلي امبير ضروري خصهم يتكتبوا هنا. وترسم المميزه، المميزه ضروري خصها تخرج لك عباره عن داله تالفيه تناقصيه، ما تخرج لك طالعه ديما تخرج لك هابطه. بما ان دالة التالفيه اذا تتميز معامل موجي سالب، القيمه المطلقه ديالو غادي تمثل لي المقاومه الداخليه للعمود، ونقطه التقاطع المستقيم مع محور الاراتيب غتمثل لي او القوه الكهرومحركه تتكون بفوق. مزيان. التوتر بين مبيض العمود هو هذا، عقلنا عليه مزيان. او بي ان تتساوي لنا او ناقص اف اي، هذه تتستخدم في التمارين بزاف. الا بغيتي التوتر بين مبيض العمود دائما هي او ناقص اف اي، او بالفولت، اف بالاوم، اي تتكون بالاوم، اذا هنا تتكون ناقص. واي ثنائي قطب تكتب التوتر ديالو على الشكل هذا تيتسمى ماذا؟ مولد خطي. تيتسمى مولد خطي، مزيان، غير خاصو يكون ثنائي قطب نشيط تيتكتب على هذا الشكل تيتسمى مولد خطي. كاينه شده التيار النظريه، شده النظريه للتيار الدار القصيره، الدار القصيره قلنا هي تيكون فيها المولد مع السلك، التوتر هنايا تيكون تيساوي التوتر هنايا، التوتر السلك تعرفو زيرو، اذا التوتر بين مبيضي المولد حتى هو تيكون تيساوي زيرو. إذا كان التوتر بين المبيضين مولي تيساوي زيرو، إذا أو ناقص أر إي تيساوي زيرو، إي في هذه الحالة تتكون هي إي سيس. إذا ملي تيكون التوتر هنا تيساوي صفر، هاد إي هاد إي اللي تتكون في التعبير ديال التوتر بين المبيضين مولي تتمثل ماذا؟ إي سيس، ونخرجوا إي سيس هنا. إذا غادي تجي لهنا ونقسموا على أر، دونك غاتجيك هي أو على أر. وهي تتكون صغر من ياش من القيمة النظرية القسمة. هذا بالنسبة للعام. دابا تجميع هاد الموليدات ولا الأعمدة بحال بحال، إلا جمعتهم على التوالي تعطيك مولد، بحيث أن القوة الكهرومحركة هذا المكافئ تتساوي القوة المحركة أو واحد زائد القوة المحركة المولد الثاني أو جوج، والمقاومة الداخلية المكافئة هي المقاومة الداخلية أغ واحد والمقاومة الداخلية أغ جوج. صافي، غير هاد أو و أغ هما هما اللي تيتميز بهم المولد. صافي، أو و أغ، القوة الكهرومحركة والمقاومة الداخلية، وبجوجهم تيكونوا دائما موجبي. إذا كانوا عندك 3 4 5 تجمع او 1 زائد او 2 زائد 3 زائد 7 الى غير ذلك، شحال ما عندك على التوالي، ولكن خصهم يكونوا بالتوافق، يعني ان القطب الموجب الا كان اليمين اليسار خص يكون اليسار، كان اليمين خص الاخر يكون فاش في اليمين، باش التيار ياخذ منحى واحد، باش التيار ياخذ منحى واحد. هذا فيما يخص المولد. دابا المستقبل، المستقبل التعريف ديالو قلنا المستقبل هو الذي ياخذ لك واحد الطاقه كهربائيه وتحولها الى شكل اخر من اشكال الطاقه. عطينا مجموعه من الامثله في الفيديوهات اللي السابقه. اذا التعريف خاصو يتحفظ. الرموز، الرمز ديال المحرك هو هذا، وهذا الرمز ديال المحلل الكهربائي. التركيب الجيبي لتحديد المميزه حتى هو خاصك تعقل عليه، نقدر نعطيها لك. راه تيشبه التركيب الجيبي اللي درنا فاش في الدرس السابق ديال ثنائية القطب غير النشيطه، تنجيبو المحلل ولا المحرك والامبير مال الفولت مال جهه الشده التيار الى غير ذلك. إذا هاد الدار هادي خصك تعقل عليها مزيان. إذا تعطينا جدول القيم وترسم المميزة، مميزة العمود جاتنا دالة ألفية تناقصية، بالنسبة للمستقبل اللي هو المحلل الكهربائي أو المحرك تتكون دالة ألفية تزايدية، تزايدية يعني معامل موجي موجب، معامل موجي تمثل لنا المقاومة الداخلية كذلك ديال المحلل، ونقطة التقاطع تمثل لنا أو اللي هي القوة الكهرومحركة المضادة. صافي، إذا المستقيم نقطة التقاطع مع محور الأراتيب تعطيك أو بريم، والمعامل الموجه أغ بريم، إذا تولي التوتر بين المبيضين المحلل وعلى الشكل التالي أو بريم زائد أغ بريم في إي،
إذن هنا كاينه زائد بالنسبه للمولد كاينه ناقص. إذن هذه تكون بالفولت، ار بالفولت، و اي تتكون باش بالامبير. صافي مزيان. من بعد انتقلنا الى نقطه اشتغال الدار. قلنا نقطه اشتغال الدار هي تتميز التي كل الاحداثيات ديالها هي التيار والتوتر اللي كاينين فين في الدار. اذا شوف معايا الدار هذه تيكون التوتر مع التوتر، انا على التوازي نفس التوتر غادي يكون، وهو التوتر ديال اشتغال الدار الكهربائي. التيار هو نفسه، صافي التيار اللي خارج من المولد هو اللي غادي يدخل في موصل اون. اذا بما انه هو نفسه دونك شنو غادي يكون عندنا هنايا، هي شده التيار اللي غادي تكون ديال اشتغال الدار الكهربائي. اذا شده التيار والتوتر ديال اشتغال الدار الكهربائيه تنظر اي اف و يو اف. كاين طريقه حسابيه كاين طريقه ميديانيه. بالنسبه للطريقه الميديانيه تترسم المميزه للعمود وتترسم المميزه للموصل الامي، نقطه التقاطع هذيك هي اف، نقطه اشتغال الدار الكهربائي. الاسقاط على محور الاراتيب تعطيك التوتر، الاسقاط على محور الافاصيل اللي هو شده التيار يعطيك شده التيار اشتغال الدار الكهربائي. حسابيا تدير يو بي ان يعني التوتر بين المبيتر المولد تساوي التوتر بين المبيتر الموصل الامي، الا كانوا مساويين كل واحد تعطيه التعبير ديالو. يو بي ان هو او ناقص اف اي اف، يعني ملي تكون متساويين تتكون الاي هي الاي اف، والموصل الامي هو اف اي اف. هذا قانون اوم بالنسبه للعمود، هذا قانون اوم بالنسبه للموصل الام. اذا تجيب هذه اللي هنا وتعمل بالاي اف وتلقى هذا التعبير. اذا هذه هي شده التيار الدار الكهربائي، ولا شده التيار اشتغال الدار الكهربائي. هنا بالنسبه لليو ا بي، يو ا بي قلنا هو اف اي اي، احنا لقينا التعبير ديالها غنضربوه في هذا الاغ اللي كاين هنا غيعطيك هذا التعبير، وبالتالي الاحداثيات غادي يكونوا بحال هذا الشكل. هذا شده اي اف وهذا يو اف، صافي. علاش تنقلبوا على هادو؟ باش ملي نغلقوا قطعه التيار ما يتحرقناش ونوصلهم، لتفادي اتلاف عناصر الدار الكهربائي يجب البحث عن اي اف قبل غلق دار الكهربائي. هنا ماشي ضروري يعطيك موصل اومي، يقدر يعطيك ديك ثنائيه القطب الغير النشيطه اللي درسنا سابقا. اذا ترسم لها المميزه ديالها نقطه التقاطع مع العمود غادي تعطيك اي اف، غتعطيك ديك الاف، صافي مزيان. دابا غادي نختمو بواحد القانون كما اتفقنا في الاول، تيتسمى قانون بوي. هذا القانون بوي بكل بساطه قانون تيساعدك في حساب شده التيار دار على التوالي في المجموعه المركبه. شوف معايا على سبيل المثال، هاد الدار هذه فيها عمود، فيها محلل، فيها موصل اومي، فيها محرك، فيها بزاف ديال المركبه. دابا شده التيار اللي دايزه هنايا هي نفسها، لان دار على التوالي شدة التيار هي نفسها في كل نقطة من نقاط الدار. إذا لاحظ معايا دابا بعد ما تقول لك حسب لي إي وتعطيك بزاف المركبات، إذا باش تحسب هاد إي تدير قانون بوي، وقانون بوي تيتطبق ركز معايا غير في الدار على التوالي فقط. إذا عندي التوتر يو بي إن هنايا، وعندي التوتر المحلل، عندي التوتر الموصل أومي، وعندي التوتر المحرك. إذا التوتر المولد هو التوتر الإجمالي. قانون إضافية التوترات هذا يقول لي بأن التوتر يو بي إن غادي يساوي يو أ بي زائد يو بي سي زائد يو سي دي. والتوتر يو بي إن ماذا يساوي التوتر يو بي إن المولد؟ هو أو ناقص أف إي. يو أ بي المحلل الكهربائي هي أو بريم زائد أف بريم في إي. الموصل الأومي يو بي سي غتكون هي أف إي. وبالنسبة للمحرك قلنا بحال المحلل هي أو جوج بريم زائد أف جوج بريم في إي. إذا حسب قانون أوم لدينا هذا التوتر بين المبيطين المولد، هنا أو ماشي أو بريم غير أو ناقص أف إي، لأن العمود تيتميز بأو أر. إذا بالنسبة للمولد تنديرو ناقص. يو أ بي المحلل هو أو بريم زائد أر بريم واحد في إي، موصل أومي هو أر واحد في إي، والمحرك قلنا بحال المحلل هو أو جوج بريم زائد أر جوج بريم إي. إذا حسب قانون إضافية التوترات عندي التوتر المولد يو بي ان تساوي التوتر يو ا بي المحلل زائد يو بي سي ديال الموصل اومي زائد يو سي دي ديال المحرك. وكل واحد غادي نعوضو بالتعبير ديالو، هاهما التعبير التوترات اللي كاينين في الدار، غادي تعوض كل واحد بالتعبير ديالو، غادي تجيك هاد الشكل هذا. ومن بعد اللي فيهم اي غادي تجيبهم في طرف وتعمل بالاي وتقسم، غتلقى اي بحال هاد الشكل هذا. او ناقص او واحد بخيم ناقص او جوج بخيم على ار زائد ار واحد بخيم زائد ار جوج بريم زائد ار. بصفة عامة هذا غير باش نوريك منين جات هاد العلاقة ديال قانون بوي. بصفة عامة شنو تدير اي؟ اي
دارة كهربائية على التوالي، أنت نعاود على التوالي. إيه شنو تتساوي؟ تتساوي القوة الكهرومحركة للمولدات اللي كاينة في الدارة، حيت يقدر يكون عندك ماشي غير واحد، حنا في المثال خدينا غير واحد، يقدر يكون عندك جوج ثلاثة في دارة على التوالي. شنو تدير؟ تدير المجموع ديال أو د المولدات وتنقص منها أو د المستقبلات بحال المحلل والمحرك. هذه د المولدات، هذه د المستقبلات بحال المحلل والمحرك، هنا كاينه ناقص. غتقسمها على اف المقاومه الداخليه ديال المولدات المجموع ديالهم زائد المجموع ديال المقاومه الداخليه المضاده ديال المحلل ولا المحرك اللي كاينه في الدارة زائد المجموع ديال اف الموصلات الام. نفترضوا كاينين ثلاثه ديال اف موصلات اميه، دير اف واحد زائد اف جوج زائد اف ثلاثه تحطهم هنا. هنايا كاينه اف جوج بخيم و اف واحد بخيم تحطهم هنا، وكاين مولد واحد دونك دير غير اغ وحده. لو كانوا عندي جوج مولدات دير اغ واحد زائد اغ جوج وتحطهم هنا. يعني هنايا لتحت تيكون المقاومات اللي كاينين في الدار كامل، المحرك والمحلل والموصل الامي كلهم تيتجمعوا هنا. اما الفوق تيكون القوه الكهرومحركه ديال المولد ناقص القوه الكهرومحركه المضاده للمحلل ولا المحرك. متفقين؟ مزيان. اذا الا كنتي ما خدي، شوف باش تستافد من الدروس مزيان خص تكون عندك ورقه وسيف. اذا كنتي ما تاخذش لي نوت راك ما تستافدش مزيان. اذا جيب ورقه وسيلو، عاود الفيديو وخذ لي نوت اللي هضرت ركزت عليهم مزيان. وبالتوفيق للجميع. سلام.